مرحبا، اهلا وسهلا فيكم. وسلام للشباب. اليوم بدنا نعمل انبوكس، بس انه واحد يا واحد. شو نفتح؟ شو فكرك؟ خروف؟ لا، اشي صغير. اشي صغير يعني ايش؟ عصفور؟ لا، دودة؟ دودة كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة. اوه، كله ايش؟ بابل. طيب زدت هدول. في شغلتين طلعوا بوكس قديش كبير على شغلتين. طيب هاي سمارت واتش. سمارت واتش فيها SMS alert, sleep monitors, multi sport mode, heart and rate monitors. بس الشغلة الحلوة في هاي الساعة انه بتقعد بطاريتها كم يوم فكرك يا ادم؟ سبعة more 30 days. والله 30 days الباتري بدون ما تشحنها. وهاي يمكن اول ساعة بشوفها بتعطيك هذا الوقت. خلينا نشوف الساعة نفسها. هذه التشارجر تبعها، شيء غريب هيك. صح، شوفه، عارف شيء غريب فيها طبعا. شوفه بس كيف تشحن. طيب هيها هيك، شايفينها الساعة جلد هاي. هيك معقول؟ لا هيك يا بابا. اوكي، هيك بتشحن. ايوه اي اوكي. طبعا كيف تضوي هاي؟ فيش ولا كبسه يا زلمه. ايه، طلع فيش ولا كبسة. طب وين تضوي؟ اوكي ضوت هاي. شكلها هاي الكبسة صح؟ السكرين. ورجيهم شوفوا. يعني it's not يعني there's location. How many kilometers you did? See how many calories burned? See heart rates? See messages? SMS? بتشوف المسجز كمان. و training function. حلو. هاي الساعة. والشغلة الثانية هاي جبناها لماما، مايكرو فايبر ريدج باك. هدول مسح فيهم يعني اشي عادي، بس مش اشي something. بس هاي الساعة اللي حنعملها مفروض تجربة وحنقولكوا رأينا فيها. اسمها هاي الاسم L8 ليستر. امباك سريع، اذا بدهم يحضروا شو بدي يسووا؟ like, comment, subscribe. ونراكم في حلقات قادمة. باي باي. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.